هذه السائلة تقول: نويت العمرة قبل وقت الدورة الشهرية بقليل، فاستعملت حبوب منع الدورة وأحرمت بالعمرة وقدمت إلى الحرم، ولكن يأتيني أحيانا كدرة وهي منقطعة تأتي مرتين إلى ثلاث في اليوم، وما زلت أستخدم العلاج فأخرت العمرة وبقيت على إحرامي وصمت اليوم وصليت، والآن رأيت كدرة فلم أصلي العشاء، فماذا أفعل علما بأن أهلي سيغادرون فجر الجمعة، وأنا قد اشتركت عند النية بأنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني لأنني كنت أخشى الدورة لما رأيت من كدرة، فماذا أفعل؟ هل أعتمر وقت انقطاع الكدرة؟ وماذا عن صيامي؟ هل هو صحيح؟ وهل أصلي؟ أرجو إفادتي لأنني محتارة. أنت اللي حيرت نفسك بهذا العمل، لماذا تأخذين الحبوب هذه؟ لو تركت الدورة على طبيعتها استرحتي، جاءت الدورة وانتهت واغتسلتي وأديت العمرة، أما الآن أخذت هذه الحبوب فلا الدورة تنزل بطبيعتها ولا تنقطع، فصارت بين، أما إن كانت هذه الكدرة وهذه الصورة في أيام العادة فهي حيض، في أيام العادة حيض، الكدرة والصفرة في أيام العادة حيض، تجلسين من أجلها ولا تصلي ولا تطوفي ولا تقرأ القرآن حتى تنتهي وتغتسلين. أما إن كانت هذه الكدرة وهذه الصفرة في غير وقت العادة فأم عطية رضي الله تعالى عنها تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا كانت خارج وقت العادة ليست بشيء، ولكن لا تطوفي إلا بعد أن تتوضئي وتنشف المحل، والصلاة تصلين أيضا لأنه ما هو بحيض، ما دام أنه خارج وقت العادة هو ما هو بحيض. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في محل العادة ووقت العادة فإنها حيض ولو كانت قليلة ولو كانت متقطعة. نعم.